موجز الثالثة صباحا من أونلايف، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة القضاء على الإرهاب في شمال سيناء والتصدي لأي محاولات لاستهداف المدنيين والنيل من وحدة النسيج الوطني. وخلال اجتماعه مع قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة، نفى الرئيس وجود أي مقترحات لتوطين الفلسطينيين في سيناء، مؤكدا أنه أمر لم يسبق مناقشته أو طرحه على أي مستوى، وأنه من غير المتصور الخوض في مثل هذه الأطروحات. نجحت القوات العراقية في الوصول إلى مدرج مطار الموصل بدعم جوي من طائرات حربية بعد أن شقت طريقها عبر مناطق جنوب الموصل. واقتحمت قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية المكان بمساندة جوية عبر المحور الجنوبي الشرقي لمجمع المطار انطلاقا من قرية واقعة إلى الشمال من البوسيف. وتقوم كوادر هندسية حاليا بالكشف عن احتمال وجود عبوات ناسفة في الجزء الشمالي تمهيدا لإحكام السيطرة على المطار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد تعزيز الترسانة النووية الأمريكية بما يضمن أن تكون الأكثر تفوقا. وأشار ترامب إلى أن قدرات الولايات المتحدة للأسلحة الذرية تراجعت، وقال إن بلاده لن تتأخر عن أي دولة في مجال القوات النووية حتى ولو كانت دولة صديقة. أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أنه لا حل عسكري في سوريا والخيار الوحيد هو الحل السياسي، ودعا جميع الأطراف خلال الجلسة الافتتاحية للمفاوضات إلى العمل معا لحقن دماء السوريين. وأكد دي مستورا أن النزاع المسلح في سوريا أثر على المنطقة والعالم، وأن الأمم المتحدة بحاجة إلى دعم المشاركين للتوصل لحل للأزمة الراهنة. وبشأن وقف إطلاق النار، قال إن وقف إطلاق النار هش ولكنه قائم. استقبلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي مجموعة من أعضاء البرلمان الليبي عن الجنوب. استعرض لقاء نتائج الاجتماعات التي استضافتها القاهرة خلال الفترة الماضية والخطوات العملية للخروج من الأزمة الليبية الراهنة. يأتي اللقاء في إطار اللقاءات المكثفة التي تجريها القاهرة على صعيد تسوية الأزمة الليبية. مشاهدينا، نهاية هذا المجزى، في أمان الله.